أكلة رمضانية بنتي، طبق الحلو اللي بناكله بعد الفطار، سواء بنجيبه جاهز أو بتعمله ربات البيوت في البيت، سواء بنعمله المكسرات بالزبيب بنوتيلا أو حتى بالجبنة. إيه قصة القطايف وشكلها ده وصل لنا إزاي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في حكاية أكل. إيه بقى أصل القطايف؟ معندناش رواية موحدة عن أصل القطايف، أكتر من رواية بيتم ذكرها ما بين المصادر. رواية منهم بتقول إن أصل القطايف أموي، وإن الخليفة سليمان بن عبد الملك أول من أكل القطايف، وده كان سنة 98 هجرية. رواية تانية بتقول إن أصلها فاطمي، وإن الفاطميين حبوا الحلويات بشكل كبير جدا، وكانوا بيوزعوها للمصريين عشان يحببوهم فيها. من ضمن الحلويات دي القطايف، وإن طهات القصر كانوا بيتباروا بينهم وبين بعض في صناعة حلويات في منتهى الجودة. واحد منهم عمل فطيرة كان بيحشيها بالمكسرات وكان بيعرضها على الخليفة وضيوفه، وكان الناس اللي كانوا حاضرين مع الخليفة بيحبوا يجربوها ولقوها في منتهى اللذة فقطفوها، من ساعتها اتسمت بالقطايف. نيجي بقى لشكل القطايف وصل لنا ازاي. هنا هنرجع للرواية الأولى، وهو ارتباطها بالعصر الأموي والخليفة سليمان بن عبد الملك، وده لأنه كان بيأكلها خلال شهر رمضان، فطوات القصر عملوها له على شكل هلال نسبة لهلال رمضان، وكان بيأكلها في وجبات الفطار أو الصبح. أما بحش القطايف كان بتعمل من إيه؟ هي كانت بتبقى عبارة عن عجينة سائلة مخبوزة تحشي يا إما مكسرات أو زبيب أو قشطة أو في بعض الأحيان جبنة، وكانت بتتحمر أو بتتقلي بعد وضعها في الزيت. في وجبة شبهها جدا اسمها البراق، وكانت بتتعمل باللحمة أو بالجبنة. بيقولي بقى بتحبوا القطايف ازاي؟ بيتي ولا من بره؟ حادق ولا حلو؟ بالقشطة ولا بالجبنة ولا بالمكسرات ولا بالتقليع جديدة زي نوتيلا؟ هستنى تعليقاتكم واستنوني الحلقة الجاية في حكاية أكل.